بالنسبة للمرأة، ما حكم لبس الجوارب وما حكم لبس القفازين أثناء الحج والعمرة؟ أما لبس الجوارب فلا بأس، ويجب عليها أن تستر قدميها إما بالجوارب وإما بغيرها من اللباس. وأما الكفان فتغطيهما بغير القفازين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرمة عن لبس القفازين، فهما من محظورات الإحرام بالنسبة للمرأة، فتنزع القفازين وتغطي كفيها بثيابها. نعم.